صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف والخسوف هي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان. يقرأ في الركعة الأولى جهرا سورة الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع قائلا الله أكبر، وبعد الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع مرة أخرى، ثم يرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يجلس للتشهد ويسلم.